وإن الحر يفهم قول حر وتشفي صدره الكلم الفصاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ثانية في برنامجكم الكنوز الدفينة، حيث نقدم لحضراتكم من الدرر النيرة التي أفاء الله بها على حضرة مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، في حق رسالة ديننا الحنيف الإسلام وصدق حضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصدق دعواه عليه الصلاة والسلام. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الرابط من طول كرم كفر صورة العزيزة الأستاذ عبد القادر إبراهيم مدلل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أعزائي المشاهدين، عذرا أولا على التأخير في بث هذه الحلقة، كان هناك عطال في الاستوديو فلذلك تعوقنا قليلا. أعزائي المشاهدين، نحن في خضم تقديم كتاب إزالة الأوهام لحضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ونحن أيضا في الموضوع الذي يتحدث فيه عن حقيقة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. في الحلقات السابقة كنا قد بينا في حقيقة الوفاة والتشابه بين المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام والمسيح المحمدي الذي ظهر في هذه الأمة، واليوم إن شاء الله تعالى سوف ندخل في مفهوم النزول وما هي الحقيقة وكيف بينها حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب. أستاذي عبد القادر معكم، تفضل. جزاك الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. حقيقة موضوع النزول كما يوضح حضرة المسيح الموعود عليه السلام، وهنا مرة أخرى نؤكد أن ما يقدمه لنا حضرة المسيح الموعود عليه السلام من تفسير وتأويل للآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما هو ينطلق من خلال تعليم إلهي، تعليم من الله عز وجل ووحي من الله عز وجل إلى المسيح المحمدي الذي بعث في آخر الزمان مصداقا للنبوءات النبوية. وكما ذكرت أخي حاج راشد، فإنه في الحلقة الماضية بينا يعني حقيقة وفاة المسيح الموعود عليه السلام كغيره كسائر الأنبياء، أن الله عز وجل توفاه، وثم الإشكاليات الكبيرة التي تظهر من عقيدة أن المسيح عيسى ابن مريم لا يزال يعني حيا في السماء، وأنه سيرجع مرة أخرى لإحياء الإسلام من جديد. هنالك قلنا إشكاليات كبيرة. أيضا حضرة المسيح الموعود عليه السلام سلط الضوء على هذه الإشكاليات في هذا الكتاب، وكما الآن سنوضح في هذه الحلقة. يقول حضرته إن هناك اختلافا في موت عيسى قبل الرفع. يقول البعض إنه رفع بعد الموت، أي مات ثم رفعه الله. هذا قول آخر غير قول القائلين بأن عيسى عليه السلام رفع حيا إلى السماء. إذن هنا البعض يقول أن إنه أي المسيح عيسى ابن مريم رفع بعد الموت وسيموت بعد عودته مرة أخرى، لذا فله موتتان. ومع أن الآية تقول ورفعناه مكانا عليا لا تتناول ذكر موت إدريس، ولكن المذهب الصحيح هو أنه أيضا رفع بعد الموت.
ثم يقول إن الشيعة أيضا يقولون بأنه لم ينزل عيسى من السماء، بل الحق أن المهدي هو الذي سمي عيسى، هذا قول آخر. ثم يقول إن بعض المتصوفين استنبطوا في الكشف من الحديث لا مهدي إلا عيسى أن المهدي الآتي هو عيسى نفسه في الحقيقة، ولا حاجة لنزول عيسى آخر من السماء، ولقد اعتبر المتصوفون مهدي آخر الزمان عيسى لأنه سيأتي لخدمة الشريعة المحمدية، وسيأتي تماما كما أتى عيسى لخدمة شريعة موسى واتباعها. ثم يقول في الصفحة 431 من كتابه المذكور بأنه يتبين من الأحاديث أن وحي النبوة سيظل ينزل على عيسى بعد نزوله، وذلك كما جاء في الحديث في حديث النواس بن سمعان الذي أورده الإمام مسلم، يقتل عيسى أو يقتل عيسى الدجال عند باب لد الشرقي، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم، يعني الله سيوحي إلى عيسى ابن مريم. ثم يقول بأن جبريل سيأتي عيسى بالوحي لأنه هو الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء. يتبين من هذا البحث كله أن جبريل سينزل بالوحي الإلهي على المسيح باستمرار إلى مدة 40 عاما التي حددت لمكوث المسيح عليه السلام في الدنيا بعد مجيئه. والآن يقول حضرته لكل عاقل أن يفهم أنه كما نزل القرآن بأجزائه 30 في غضون 23 عاما، لكان من المحتم أن ينزل على المسيح كتاب يحتوي على 50 جزءا على الأقل في غضون 40 عاما. ومن الواضح أيضا أن فكرة تردد جبريل إلى الأرض بوحي الرسالة بعد خاتم النبيين ووجود كتاب جديد من الله، وإن كان يطابق القرآن الكريم من حيث المضمون، يستلزم المحال، وما استلزم المحال كان محالا فتدبر. يعني من غير المعقول أن يأتي نبي مستقل ب يعني تشريع جديد، وبالتالي هذا يعني ويعني يتعارض مع أن القرآن هو في هذه الحالة. ثم يقول حضرته يجب الإمعان جيدا في هذا التحول المهول، وهو أن المسيح سينزل على فرض نزوله في حالة لن يكون لديه أدنى إلمام بالشريعة المحمدية. يعني هنا يضع الفرضية الأخرى أنه سينزل، يعني الذين يقول بأنه يقولون بأنه لأن الوحي انقطع. فهنا السؤال، من الذي سيعلم عيسى ابن مريم على افتراض أنه سينزل بجسده من السماء؟ من الذي سيعلمه الشريعة المحمدية وكيف؟ لكونها يقول حضرته في لغة غير لغته، اللغة العربية، القرآن بلسان عربي مبين، وسيكون بحاجة إلى أن يطلع على تعاليم القرآن الكريم وعلى تفاصيل أحكام الدين التي تبينها الأحاديث. فباختصار يتحتم عليه الاطلاع على كافة تعاليم الشريعة المحمدية المتعلقة بالعقائد أو العبادات أو المعاملات أو قوانين القضاء والحكم في القضايا. يعني هنا إذا كان المسيح عليه السلام حي وفي السماء وسينزل من السماء حيا دون أن يوحى إليه، فكيف سيحيي الشريعة بدون تعليم، بدون أن يتعلم أحكام الشريعة وقواعد الشريعة والمعاملات وكل هذه الأمور المتعلقة بالشريعة؟ من الذي سيعلمه؟ هل سيحتاج أن يدخل إلى جامعة معاصرة مثلا ويحصل على شهادة الدكتوراه؟ هذا التساؤل يعني منطقي موجه لأولئك الذين لا يؤمنون بأن أو أولئك الذين يؤمنون بأن الوحي يعني انقطع
بعد يعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقصد هنا الوحي الغير تشريعي. أما الوحي التشريعي فلا خلاف أنه انقطع. ثم يقول حضرته: ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقضي عمرا طويلا وهو طاعن في السن، يعني أكثر من 2000 سنة عمره الآن، وهو طاعن في السن على تلقي الدروس على أيدي الآخرين. وهذا أيضا لا يليق بنبي أن يأتي إلى الكرة الأرضية ويتعلم تعاليم الشريعة على أيدي يعني أناس آخرين، فلا بد من أن تنزل عليه جميع تعاليم الشريعة مجددا، إذ ليس له سبيل آخر لاستعلام المجهول. إذا لابد أن تنزل، أو أن الله عز وجل يوحي إليه تعاليم الشريعة المحمدية ويعلمه إياها، إذا لم يعلمه هذه التعليم بشر أو أحد من الناس. يقول حضرته: لقد جرت سنة الله منذ القدم في تعليم الرسل وإعلامهم أنه يعلمهم بإنزال الآيات الربانية والكلام الرحماني بواسطة جبريل عليه السلام. وبما أن القرآن الكريم كله وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة ستنزل على المسيح عليه السلام مجددا بلغته هو بواسطة جبريل، وأنه قد ورد في الأحاديث أن بعضا من أوامر القرآن الكريم المتعلقة بالجزية وغيرها ستنسخ أيضا، فيتضح أن القرآن الكريم سوف ينسخ أيضا مثل التوراة والإنجيل بعد نزول هذا الكتاب الجديد، أي الكتاب الذي سينزل على عيسى ابن مريم على فرض أنه سيأتي هو بشحمه ودمه. وأن القرآن الجديد النازل على المسيح الذي سيكون مختلفا بعض الشيء عن القرآن الحقيقي سيجد رواجا ونفوذا، وسيتلو المسيح في الصلاة قرآنه الخاص به، وسيعلم الآخرين أيضا هذا القرآن جبرا وقهرا. ويبدو في الظاهر أن الشهادة بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله أيضا ستكون قابلة للتغيير والنسخ نوعا ما، لأنه إذا استؤصلت الشريعة المحمدية تماما والعياذ بالله ونزل قرآن جديد من السماء، وإن كان مطابقا لقرآننا إلى حد ما، فلا بد أن تتغير هذه الشهادة أيضا. إذا حضرته يضع هذه يعني الفرضية وما يترتب على هذا الاعتقاد الفاسد الخاطئ، ما أن المسيح عليه السلام وأصلا بعث لبني إسرائيل، فالسؤال: من الذي سيعلمه الشريعة المحمدية؟ فإذا كان الله عن طريق جبريل سيعلمه أحكام الشريعة المحمدية من جديد، وبالتالي لابد أن ينزل عليه القرآن من جديد مرة أخرى مع بعض التعديلات، لأنه يعني البعض يؤمن أن المسيح عندما يأتي سيلغي بعض الأحكام مثل الجزية والحرية الدينية، وهذا أيضا يؤمنون به. فإذا سيأتي بقرآن معدل وبتعاليم معدلة بناء على اعتقادهم، يعني هذا الذي سيحدث. نعم أستاذ العزيز، هناك مسألة التي يجب أن توضح للمشاهدين، وهي من سنة الله تبارك وتعالى في إرسال الأنبياء والرسل بأنه النبي أو الرسول يمكث ويعيش في قومه فترة من الزمن، يعني ممكن إلى حد 30-40 سنة، بعد ذلك ممكن أن الله سبحانه وتعالى يكلفه برسالة السلام والحق والإصلاح في قومه. الآن ما هي الحكمة بأن فقط بحد زعم الخصوم بأن فقط يكون هناك شيء خاص ومعاملة خاصة مع عيسى ابن مريم عليه السلام النبي الإسرائيلي؟ لماذا؟ ما هي هذه المسألة؟ مثلا حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلفه الله تبارك وتعالى في رسالة الإسلام الرسالة الخالدة
مكث في قومه 40 سنة وشهدوا له بأنه الصادق الأمين. حضرة سيدنا موسى عليه السلام كذلك الأمر، كعاش في قومه وعرفوه. حضرة سيدنا عيسى عليه السلام أيضا كانوا يعرفوه، وأيضا الأنبياء من قبل. لكن لماذا مجددا إن يؤمنوا ببعثة حضرة عيسى بن مريم عليه السلام من جديد؟ لماذا هذه الخاصية؟ هل والعياذ بالله مقام عيسى بن مريم أعلى وأسمى من حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وخاتم الأنبياء؟ للأسف إذا يعني بناء على هذا الاعتقاد ففعلا سيكون مقامه أعلى، إذ أن يعني المسيح عليه السلام عندما يعني نؤمن بأنه لا يزال حي في السماء وأنه ينتظر مهمة أخرى سامية وهي إحياء الدين الإسلامي وإحياء الأمة الإسلامية، ثم أنه يتمتع بهذه الخصوصية ببقائه في السماء حيا، وأيضا بأنه يخلق كما يزعم ويفهم خطأ البعض، فالحقيقة هذه يعني ميزات تجعلنا نقترب من تأليه المسيح أكثر من إثبات يعني نبوته. لكن للأسف الإشكاليات التي أدت إلى هذا الفهم الخاطئ والمعوج هو نابع حقيقة من التأثر بالإسرائيليات والأخذ بالنص الظاهري والفهم الحرفي الظاهري لمسألة يعني النزول المسيح في آخر الزمان، وتقديم الفهم النبوي أو الحديث النبوي والفهم الخاطئ لهذا الحديث على القرآن الكريم، وتفسير القرآن بالحديث وليس العكس، يعني الذي يحكم على القرآن هو الحديث. فهم يعني استنتجوا بأنه بما أن المسيح سينزل وكما قلت فسروا هذا التفسير ظاهري، فلا بد أن رافعك إلي تعني لابد أنه صعد بجسده، رغم أن القرآن في بواطن كثيرة يثبت الوفاء لعيسى بن مريم كغيره من الأنبياء. فإذا هذه الخصوصية يعني أتت من هذين الأمرين. عن ذلك أيضا هناك أيضا نقطة بأن بسبب خطأهم بفهم حقيقة وفاة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فيعني يحاولوا أن يغيروا من مفهوم بعض الآيات القرآنية التي تخدم مصالحهم في مسألة عدم وفاة المسيح عيسى بن مريم من ناحية النزول وكل هذه الأمور، لكي يبينوا بأن موقفهم يعني هو الأقوى. لكن للأسف الشديد هذا موقف خاطئ. لا هو نعم صحيح ما تفضلت به. الإشكالية كما قلت أنهم يعني قدموا الحديث وجعلوا الحديث هو أداة الحكم على القرآن، ولين النصوص القرآنية وتفسيرها بطريقة يعني تنسجم مع فهمهم للحديث. فيعني مسألة النزول تعني عكس النزول الصعود، والمسألة جسدية فيزيائية، هم ينظرون أن المسيح صعد رفعه الله، رغم أن يعني كما تعلم يعني آيات الرفع وكلمة لفظ الرفع ورد في القرآن الكريم بمواطن كثيرة بالمعنى المجازي. نعم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وعن إدريس رفعناه مكانا عليا. فلماذا هم اقتصروا فقط على الرف بهذا المعنى، ولماذا هم اقتصروا فقط معنى الوفاء بمعنى النوم بالرغم من عدم وجود قرينة يعني تصرف المعنى الظاهر للموت بمعنى الوفاء؟ لا توجد قرينة حتى يقولوا التفسير معناها يعني يذهبوا إلى هذا التفسير أو هذا الفهم المغلوط بأن الوفاء تعني النوم، لا يوجد في القرآن. جزاكم الله أحسن جزاء. ونستمر بما قدمه حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويقول: يرد البعض على ذلك منفعلين بشدة ويقولون بأن كل هذه الأمور بمنزلة العيوب في الحقيقة،
ولا يمكننا إنكارها، ولكن ماذا نفعل ما دام قد تم الإجماع على نزول المسيح عليه السلام بصفته رسول الله؟ ونزول جبريل عليه إلى 40 عاما متتالية، وهذا ما يستنبط من الأحاديث أيضا. أقول في الجواب: صحيح تماما أنه إذا جاء المسيح رسول الله نفسه صاحب الكتاب الذي كان ينزل به جبريل، فلن يتتلمذ على يد أحد أبدا من أجل الاطلاع على قوانين الشريعة المحمدية، بل سينزل عليه وحي الله بواسطة جبريل بحسب سنته سبحانه وتعالى، وستنزل عليه من جديد كافة قوانين الشريعة المحمدية وأوامرها بصورة جديدة وبأسلوب جديد وبلغة جديدة أيضا، وسيعتبر القرآن الكريم منسوخا مقابل ذلك الكتاب الجديد الذي سينزل من السماء، وهذا بحد زعمهم. لكن الله تعالى لن يسمح بحق هذه الأمة ذلة وهوانا كهذا أبدا. لكن الله تعالى لن يسمح بحق هذه الأمة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. ولن يسمح أبدا بحق نبيه الحبيب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم إساءة أو إهانة مطلقا، فضلا عن إرسال رسول بصحبة جبريل، لا محالة. ثم يستأصل الإسلام نهائيا، مع أنه قد وعد بعدم إرسال أي رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هنا بنبي ينسخ شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن دارسي الأحاديث قد وقعوا في خطأ فادح، إذ استيقنوا بمجرد الإطلاع على كلمة عيسى أو ابن مريم أن المسيح ابن مريم رسول الله نفسه سينزل من السماء، ولم ينتبهوا إلى أن نزوله يعني زوال الإسلام من الدنيا نهائيا. هذه هي نتيجة الاعتقاد الإجماعي، فقد ورد في صحيح مسلم أن المسيح سيأتي وهو نبي. فإذا كان المراد من المسيح أو ابن مريم هو شخص من الأمة كمثيل ويحظى بمرتبة المحدثية، فلا يحدث أي خلل، لأن المحدث أيضا نبي من وجه، ولكنه يستمد النور من سراج النبوة المحمدية، ولا يكون نبيا مستقلا بحد ذاته، بل ينال العلم ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصفحة 239 من كتاب البراهين الأحمدية إلهام يشير إلى هذا الأمر، ونصه: كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم، فتبارك من علم وتعلم. أي كل بركة تنزل على هذا العبد الضعيف في أسلوب الإلهام والكشف وغيرهما، إنما هي ببركة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبواسطته. ففي الشخص الذي علم أي النبي صلى الله عليه وسلم بركات كثيرة، وكذلك في من تعلم أي أنا العبد الضعيف أيضا بركات كثيرة. غير أن الاعتقاد بنزول المسيح ابن مريم بصورة حقيقية ومادية يؤدي إلى مشاكل لا تعد ولا تحصى، وهناك قرائن صريحة وواضحة أنه ليس المراد من النزول هنا النزول الحقيقي قط، بل قد استخدمت استعارة ثانية نظرا إلى استعارة سبقت، بمعنى أنه كما أطلقت صفة اليهود على أفراد هذه الأمة على سبيل الاستعارة، وذكر أن تسربت إليهم جميع المفاسد التي انتشرت في زمن المسيح ابن مريم، فمن هذا المنطلق قيل أيضا أنه سيبعث
لإصلاحكم والحكم بين فرقكم المختلفة شخص حكما من بينكم اسمه المسيح أو عيسى أو ابن مريم، وفي ذلك إشارة إلى أن هذه الأمة ليست رديئة وبليدة لدرجة أن يظن أنها لا تملك إلا أن تكون نموذجا لليهود ذوي الطبائع الوحشية الذين كانوا في زمن المسيح عيسى عليه السلام، بل يمكن أن تصبح مسيحا أيضا. فحين يصبح بعض الناس يهودا سيأتي البعض بصفة المسيح ابن مريم، ليعلم أن هذه الأمة كما تضم في طياتها بعضا من الضعفاء والماديين، كذلك فيها أناس يمكن تسميتهم عيسى ابن مريم وموسى ابن عمران أيضا، وذلك بناء على كمالاتهم. ففي هذه الأمة كفاءات من كلا النوعين، أي يمكن أن يكون فيها يهود ويمكن أن يكون فيها المسيح أيضا. معكم أستاذ العزيز. يعني حضرته يريد أن يعني ينفي من زاوية أخرى فكرة أن المسيح الذي سيأتي لإحياء هذه الأمة في آخر الزمان، في الزمن الذي تصبح فيه الأمة كالأمة اليهودية من حيث الطبائع والمفاسد والأخلاق، فيريد أن يعني يبين حضرته أن هذه الأمة كما يعني أصبح البعض منها كاليهود، فإن هذه الأمة أيضا يعني قادرة على أن تنجب مسحاء كالمسيح الذي بعث لإحياء بني إسرائيل ولإحياء الشريعة الموسوية. وبالتالي هو حضرته يتعجب من أصحاب هذا الفهم الذين يقولون أن هذه الأمة عندما تفسد وتصبح طبائعها كاليهود فإن الله عز وجل سيرسل لها يهودي إسرائيل لإصلاحها، وكأن الأمة يعني أصبحت عقيما لتلد الصلحاء، وهي الأمة التي قال الله عز وجل عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم إن هذه الأمة بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والمرسلين وأفضل الأنبياء وأجلهم وأعظمهم، فكيف تكون هذه الأمة بهذه الميزات وفيها محمد صلى الله عليه وسلم وبنفس الوقت تعجز على أن تلد شخص كالمسيح الذي بعث ليعني بني إسرائيل لإحياء الشريعة الموسوية؟ فكذلك إن هذه الأمة سيكون منها من بلغوا هذه المرتبة وأعلى من ربما من مرتبة أنبياء بني إسرائيل. يعني هناك إلهام للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيه؟ أحباؤك كأنبياء بني إسرائيل المحبين، فكيف بالمطيعين والمخلصين والمضحين والمجاهدين؟ يعني بكل تأكيد وصلوا إلى هذا المقام، هذا المقام كمقام الأنبياء. وبالتالي أصلا يعني هذا الذي يعطي قيمة وفضل للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما بينه حضرة المسيح الموعود عليه السلام عندما قال في الإلهام كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم، بارك من علم وتعلم. نعم. إذن نواصل في ما قاله حضرته في كتاب إزالة الأوهام. يقول حضرته: فليكن معلوما أن عيسى ابن مريم أيضا جاء لإنجاز المهمة نفسها وفي الزمن نفسه الذي كان اليهود قد افترقوا فيه إلى فرق كثيرة مثل المسلمين تماما، وكانوا متمسكين بكلمات التوراة الحرفية فقط تاركين روحها وحقيقتها، ونشأت فيهم الخصومات لأتفه الأمور
وتطرق إلى فرقهم المختلفة البغض والحسد والحقد نتيجة الدناءة وضيق الأفق المتبادل، لدرجة ما كانت لفرقة أن تتحمل وجود غيرها. يعني فعلا هذا الوصف الذي يقدمه حضرته عن بني إسرائيل ينطبق على هذه الأمة في هذا العصر. وكانت عداواتهم الشخصية قد بلغت مبلغ العداوة بين الأسد والشاة، ولم يعد فيهم حب لإخوتهم بسبب الخلاف في المعتقدات، بل انتشرت فيهم السبعية وفسدت الحالة الأخلاقية للغاية، وتلاشت الرحمة والمواساة المتبادلة نهائيا، فصاروا كالدواب، فلم يعودوا قادرين على معرفة الحسنة الحقيقية. كان التباغض والتحاسد على أشدهما، وقد اتخذت بعض العادات والتقاليد فقط دينا. يعني العادات والتقاليد تحولت، يعني هي أو أصبحت هي الدين. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن حالتكم أيضا ستؤول في الزمن الأخير إلى المآل نفسه، إذ ستنشأ فيكم فرق كثيرة وتطل أفكار متضاربة كثيرة برأسها، وستعتبر فرق غيرها كافرة كاليهود، وتكفر باعتبار وجه واحد، وإن وجد فيها 99 وجه للإسلام. يعني لمجرد وجه واحد أو سبب واحد يكفرون بعضهم بعضا، فبسبب التكفير المتبادل تسودكم الكراهية والبغض والعداوة الشديدة، وبسبب الخلاف في الرأي تنتشر الضغينة والحسد والسبعية، وتتلاشى نهائيا من بينكم الصفات الإسلامية التي تقتضي الوحدة الكاملة كوحدة الجسد الواحد، والآخرة بالحب والمواساة المتبادلة، ويرى أحدكم الآخر غريبا لدرجة انقطاع العلاقات الدينية كليا، وكل حزب سيحاول تكفير غيره كما كان حال اليهود تماما في زمن المسيح ابن مريم. وبسبب الفرقة الداخلية والبغض والحسد والعداوة يكونون في نظر الأمم الأخرى أذلة، مهانين ومحتقرين وضعفاء للغاية، ويوشكون على الفناء نتيجة التقهقر البالغ ذروته بسبب الخصومات الداخلية، ويسعون ليلتهم بعضهم بعضا ويسعون بعضهم على بعضا على غرار الحشرات، وبذلك يفسحون المجال لوقوع الهجمات الخارجية عليهم، وذلك ما حدث مع اليهود في ذلك الزمن، إذ ضاع ملكوتهم نتيجة النفاق الداخلي، فظلوا يعيشون كالعبيد تحت إمرة قيصر. يعني فعلا وصف وتشخيص دقيق وتطابق تام بين حال الأمة الإسلامية في هذا العصر وحال الأمة اليهودية في عصر المسيح الأول عيسى ابن مريم عليه السلام. وهذا أيضا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم اليهود والنصارى في الحديث، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه، وفي حديث آخر: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. إذن هذا الوصف، هذه الحالة التي تمر فيها الأمة الإسلامية، هي أصبحت بالمفهوم المجازي أمة يهودية، وهذه الأمة بما أنها أصبحت بهذا الوصف، ولكن بنفس الوقت هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمة خير أمة أخرجت للناس، فلا بد أن يخرج منها من يحيي هذه الأمة، يخرج منها المسيح
المحمدي لإحياء هذا الفساد الروحاني والأخلاقي ويعني السلوكي، وهذه ويصلح حالة الفرقة والتشرذم والتباغض والحسد والكراهية والاقتتال والعنف الداخلي، يصلح هذه الحالة الداخلية. لابد أن يكون من هذه الأمة، وهذا شرف عظيم لهذه الأمة كيف لا، وأنها وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونستمر بما جاء به حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ويقول: لقد قال الله تعالى على لسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن حالتكم أيضا ستؤول في الزمن الأخير إلى المآل نفسه، حين ستبلغ عداواتكم الدينية لإخوتكم ذروتها، وستمتلئون بغضا وحسدا وضغينة، فعقوبة على ذلك لن تبقى حالة دينكم ولا دنياكم ولا أخلاقكم الإنسانية على ما يرام. وهذه النقاط الثلاثة التي بيّنها حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عن الدين والدنيا والأخلاق، إن نظرنا في وضع الأمة الإسلامية اليوم نرى بأنها قد تحققت كلها. ويقول: ولن تبقى فيكم خشية الله ولا معرفة الحق، بل ستصبحون سباعا وظالمين وجهلاء بكل معنى الكلمة، ولن يبقى فيكم علم يترك في القلوب تأثيرا طيبا، وإن هذا الإلحاد وعدم تقوى الله والفتور كله سينشأ في أول الأمر في البلاد الشرقية، ومنها سيخرج الدجال ويأجوج ومأجوج، أي سيبرزون بقوتهم وشوكتهم. والمراد من البلاد الشرقية هو بلاد فارس ونجد وبلاد الهند، لأنها تقع شرقي أرض الحجاز. وكان ضروريا بحسب نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج الكفر والكفار من هذه الأماكن بقوة، وأن يخرج الدجال في بلد من هذه البلاد، وأن ينزل المسيح أيضا في البلاد نفسها، وذلك لأن المكان الذي يصبح محل الكفر والفتن لا بد أن يختار هو نفسه للإصلاح وتأسيس الإيمان فيه. فلما غدت الهند أكثر هذه البلاد الشرقية كفرا وفتنا وبغضا وضغينة، فكانت أحق بأن يظهر المسيح فيها وأن ينظر إليها في الزمن الأخير أيضا بنظرة الرحمة، كما نظر إليها بنظر الرحمة قبل غيرها بعد ظهور آدم. ولقد بينت من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بحق أمته بصراحة تامة: إنكم ستصبحون يهودا بحذوكم حذو اليهود تماما، وإن هذه البلايا ستنتشر في الزمن الأخير في البلاد الشرقية، أي في الهند وخراسان وغيرهما أكثر من غيرها. عندها ينزل، أي يبعث المسيح ابن مريم لاستئصال هذه اليهودية. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه كما ستصبح هذه الأمة كاليهود، كذلك سيولد فيها ابن مريم أيضا بصورة مثيلة، وليس أن تصير هذه الأمة يهودا ويأتي ابن مريم من بني إسرائيل. ففي هذه الفكرة إساءة كبيرة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعارض هذه الفكرة آية: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أستاذ العزيز معكم.
ويقول حضرته، وهنا يجب أن يكون معلوما أيضا أن للصعود والنزول بحسب مذاق المتصوفين معنى معينا، وهو أنه عندما ينقطع الإنسان عن الخلق انقطاعا كليا ويتوجه إلى الله، فهذه الحالة تسمى صعودا عند المتصوفين. وعندما يعود مأمورا بإصلاح خلقه سبحانه وتعالى تسمى هذه الحالة نزولا. لذا فقد اختير لفظ النزول من منطلق هذا المعنى الاصطلاحي، وهذا ما يشير إليه قول الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فتبين من هذا البحث كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مريم قط، ابن مريم رسول الله نفسه الذي نزل عليه الإنجيل. إذن لم يقصد من ابن مريم قط ابن مريم رسول الله نفسه الذي نزل عليه الإنجيل، بل عد أولا الناس في الزمن الأخير يهودا على سبيل الاستعارة، واعتبرهم من كل الجوانب أمثال اليهود الذين كانوا في زمن المسيح ابن مريم، وأنبى على سبيل الاستعارة نبوءة ثانية متوافقة مع الاستعارة الأولى، فقال بأنكم حين تصبحون يهودا على ذلك النحو ستعطون مسيحا يكون منكم ويناسب حالكم، وسيكون حكما فيكم ويزيل عنادكم وبغضكم، ويجمع الذئب والشاة في مكان واحد، ويزيل من الأفاعي سمها، فيلعب الصبيان مع الأفاعي والعقارب ولن يتضرروا بسمومها. فكل هذه الأمور تشير إلى أنه عندما تزول الخلافات الدينية سيتدفق ينبوع الحب الفطري دفعة واحدة، ويتلاشى التباغض والتحاسد، وتزول سموم التعصب كلها، وسيحسن الأخ الظن بأخيه. عندها تعود إلى الإسلام أيام السعادة والحبور والازدهار، ويسعى الجميع جاهدين لإنماء الإسلام وازدهاره والإكثار من عدد المسلمين، على عكس ما يحاوله بعض الناس في الأيام الراهنة جاهدين لتقليل عددهم قدر الإمكان، وإخراجهم من دين الإسلام بأمر من المشايخ الأشرار وفتاواهم التكفيرية. وإذا وجد فيهم 1000 وجه للإسلام فيغض الطرف عنها ويبحث لتكفيرهم عن وجه واحد سخيف وبلا أصل، فيعدوهم كفارا وكأنهم أسوأ من الهندوس والمسيحيين، ولا يقومون بذلك مستغلين الشريعة أسوأ استغلال فقط، بل يتلقى الناس من هذا القبيل إلهامات مزعومة أيضا أن المسلم الفلاني كافر، والمسلم الفلاني جهنمي، وفلان غارق في كفر لن يهتدي بعده أبدا. وبسبب حماس السبعية يركزون كثيرا على اللعنات، ومن أجل اللعنات تصدر الفتاوى بجواز المباهلة بين المسلمين. نعم أستاذ العزيز، نحن قد أوشكنا على نهاية هذه الحلقة، ففي 2 أو 3 دقائق إذا ممكن أن نلخص ما قدمناه في هذه الحلقة استعدادا للحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نعم، القضية المحورية التي تحدث حولها حضرة المسيح الموعود عليه السلام هي أننا وأن المشايخ بشكل عام وقعوا خطأ في فهم مسألة نزول المسيح
عليه السلام في آخر الزمان عندما اعتبروا أن النازل هو عيسى بن مريم الإسرائيلي الذي بعث لبني إسرائيل. وهذا الفهم المغلوط هو تابع ويعني ناتج أو نتيجة لمفهوم خاطئ آخر، وهو أن المسيح صعد عليه السلام بجسده إلى السماء وأنه لا يزال حي في السماء، وبالتالي هذا الاعتقاد كما بينا في السابق يتعارض مع القرآن الكريم. الآن مسألة النزول كما بين حضرته ليس بالمفهوم المادي، النزول يعني مجيء مأمور من السماء كما يعني، وقدم أيضا آيات قرآنية توضح هذه المسألة أن كيف القرآن يعني نزل، بمعنى أن وأن الأنبياء ينزلوا من السماء بأنهم بمعنى أنهم يأتون مؤيدين من السماء وبملائكة السماء، فهذه تعبيرات يعني مجازية. ثم أثار حضرته قضية أخرى وهامة جدا، وهي أن الله عز وجل بيّن أنكم أيها المسلمون عندما تصبحون حالكم وحالتكم الروحانية والأخلاقية والسلوكية والطبيعية كحال اليهود في السابق، فإنه في هذه الحالة سيبعث منكم لإصلاحكم وإحياءكم من جديد وإحياء الإسلام فيكم من جديد من خلال بعثة مسيح. ولكن هذا المسيح وإن كان يتشابه مع المسيح الإسرائيلي، لكن هذا المسيح من الأمة المحمدية، لأنه خير أمة أخرجت للناس. فهل هذه الأمة عاجزة؟ هل هذه الأمة عقيم على أن لا يخرج منها هذا الإنسان الصالح الذي بلغ من المقام ومن الصالحية ومن الصديقية أن يكون بمثابة مبعوث من هذه الأمة وإمام من هذه الأمة لإحياء هذه الأمة التي أصبحت كاليهود بأفعالها وبتصرفاتها؟ حضرة المسيح الموعود عليه السلام يتعجب ويقول كيف أن الأمة الإسرائيلية بعث الله منها مسيحا؟ هل الأمة الإسرائيلية متفوقة على الأمة المحمدية حتى أنه عندما يعني تنحدر في أخلاقها وفي روحانيتها فيأتي يعني مبعوث من تلك الأمة، فكيف لا يأتي المبعوث من هذه الأمة المحمدية عندما يعني تفسد في آخر الزمان وهي خير أمة وفيها خير نبي وأفضل الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفي قبل النهاية هناك بعض من الأبيات الشعرية التي نظمها حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، يقول فيها: قد مات عيسى مطرقا ونبينا حي وربي، إنه وفاني والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني، ها إن تظنيت ابن مريم عائشا فعليك إثباتا من البرهان، أفأنت لاقيت المسيح بيقظة أو جاءك الأنباء من يقظاني، انظر إلى القرآن كيف يبين، أفأنت تعرض عن هدى الرحمن، فاعلم بأن العيش ليس بثابت، بل مات عيسى مثل عبد فاني، ونبينا صلى الله عليه وسلم حي وإني شاهد وقد اقتطفت قطائف اللقيان. أعزائي المشاهدين، حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في هذه الاقتباسات الذي قدمناها لحضراتكم قد بيّن بأن الفضل الذي وصل إليه كان فقط باتباعه لحضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا المقام السامي المصلح الرباني في آخر الزمان لما حصل عليه لو لم يكن خادما مطيعا بكل معنى الكلمة لحضرة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذا فعل جميع المشاهدين والمتابعين والدارسين في حق هذه الجماعة
أن يكونوا يعني بصدق اليقين في دراستهم وبحثهم، هل هذا الإنسان يعني ادعى والعياذ بالله كذبا بأنه هو الذي كلف في هذه المسؤولية هذه الأمانة؟ فعلينا أن نسأل أنفسنا لنحظى بالأجوبة، وخير الاستعانة هي بالله تبارك وتعالى. نستخير الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان إن كان حقا حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني هو الإمام المهدي والمسيح الموعود لهذه الأمة، فإن كان هو فعلينا أن نكون مثل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديثه: ما أنا عليه وأصحابي. فكان أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يضطهدوا، كانوا يعذبوا، ومنه وكثير منهم قد استشهدوا. وأيضا في هذا الزمن، زمن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وجماعته، فالذي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم سيحصل من جديد في هذا العصر، سيحصل. وهذا ما يحصل للأسف الشديد يوميا، حيث الأبرياء الطاهرين الأتقياء من أبناء هذه الجماعة يضطهدوا أينما كان. فيعني إن عندكم أي نقطة إضافية أستاذي العزيز في هذه المسألة فلكم بعض الوقت، إذا ممكن تفضل. نعم، يعني حقيقة يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، سيأتي على أمتي كما أتى على بني إسرائيل، وبالتالي هذه الأمة في آخر الزمان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أصيحابي أصيحابي، يعني يبكي وقد أطلعه الله عز وجل على هذه حال هذه الأمة في آخر الزمان، الأمة التي اتخذت القرآن مهجورة، هذه الأمة التي سيضرب بعضها رقاب بعض، هذه الأمة التي أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر وصية له بأنه حرم عليهم أن يرجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما تتعرض إليه اليوم يعني الجماعة الإسلامية الأحمدية في بعض المناطق في العالم، يعني من اضطهاد، يعكس الحالة اليهودية التي وصلت إليها يعني هذه الأمة، حالة الاقتتال والعنف الداخلي، غياب الأمن، يعني كل أشكال الأمن حقيقة غائبة الآن في كثير من مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ويكفي فقط أن ننظر كم عدد الذين تركوا أوطانهم قسرا وجبرا بسبب الظروف السائدة، بسبب حالة عدم الأمن، غياب الأمن وغياب الاستقرار، وحالة العوز والفقر والجوع. فالإنسان والمواطن العربي والمسلم يبحث عن مكان له في بلاد أصبحت في، طبعا هي بنظرنا ليست بلاد الإسلام إنما بلاد الكفر، فأصبح يجد الإنسان المسلم المكان الآمن له عند أناس ليسوا هم أخوة الدين بل هم أخوة في يعني الإنسانية. هذه الحال المزرية، هذه حال الأمة، حالة غثاء السيل، أصبحت غثاء كغثاء السيل، ماتت، أصبحت أمة ميتة. وبمجرد أن أصبحت هذه الأمة هذا هو حالها وهذا هو وصفها، فلذلك هي أعادت لنا التاريخ من جديد، أعادت لنا التاريخ الحي من جديد، تاريخ هذه الأمة قبل الإسلام، كيف أنها كانت أمة مجموعة من القبائل متناحرة متقاتلة تعيش متخلفة على هامش الحضارات والأمم الأخرى. الزمن يعود والنبوءات تتحقق، والشيء الغريب والعجيب يعني كيف أن الناس لا ينتبهون إلى حالة هذا الفساد الذي تعيشه الأمة، وحالة التمزق وغياب الوحدة وغياب
التقوى الحقيقية، وتحول الإسلام إلى عادات ويعني طقوس ويعني وتقاليد. يعني رغم كل هذه المظاهر الواضحة التي يعني تنطبق وموجودة في هذه الأمة، كيف هم لا ينتبهون إلى أنه لابد أن يأتي ذلك المصلح؟ إلى متى ينتظرون مجيء المصلح؟ يعني لا يوجد أسوأ من هذا الحال، لا يوجد أسوأ من هذا الوضع الذي وصلت إليه الأمة الآن. الأمة الآن يعني تعيش في الرمق الأخير، أمة أصبحت مهزومة، متناحرة، متفرقة، ليست كالجسد الواحد. ولغاية الآن بكل الأسف جربوا كل الوسائل، كل الوسائل قد جربت حسب تصوراتهم، ولكن في كل مرة كانوا ينتظرون تحقيق نصر معين وإنجاز معين، تأتي هزيمة أشد من التي قبلها. فإذا لماذا هم لا ينتبهون إلى سنة الله عز وجل التي جرت وهي واضحة؟ وأن الله عز وجل عندما تفسد الأمة فالله عز وجل هو الذي يتدخل من خلال إرسال مبعوث. الآن إذا نحن اختلفنا عن حول هذا المبعوث أو حول هذه الشخصية التي ستأتي، لكن لابد ألا نختلف على يعني زمن مجيء هذا المبعوث، وأنه يأتي في زمن الفساد. والكل مجمع أننا نعيش في هذه يعني المرحلة، وفي هذه المرحلة يعني ندهش إلى أي حد تريد زعامة هذه الأمة بأن يصل الوضع من يعني التفكك والدمار الشامل الذي حل بنا. وقبل النهاية يخاطب حضرة المسيح موعود عليه السلام ويقول: أيها المسلمون، استحوا من الله، استحيوا من الله، ولا تظهروا سيرة مشيختكم وتفقهكم على هذا النحو، إن عدد المسلمين قليل أساسا، فلا تقللوهم أكثر ولا تزيدوا عدد الكفار. إذا كان كلامي لا يؤثر فيكم شيئا، فعودوا بشيء من الاستحياء إلى عباراتكم المنشورة، وارتدعوا عن الخطابات المثيرة للفتن. أعزائي المشاهدين، هناك كثير من النقاط التي يجب على كل فرد أن يقف أمام نفسه ويخاطب نفسه ليصل إلى أجوبة. أين هذا المصلح؟ إنه ظهر وأسس جماعة فعلينا أن نتبعها. أعزائي المشاهدين، قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نشكر أستاذنا العزيز عبد القادر إبراهيم دلل على مشاركته معنا هذه الحلقة، ونشكركم أيضا على مشاهدتكم لهذه الحلقة أيضا. وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن الحر يفهم قول حر، وتشفي صدره الكلم الفصام.